إذن نبدأ من قلب فلسطين المحتلة، حيث تمكن صاروخ يمني من تجاوز كل ما يسمى بالدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقط في شارع يصل تل أبيب بالقدس المحتلة، فيما أكد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصادر طبية إصابة 5 أشخاص خلال هروبهم إلى الغرف المحصنة، وأشار إلى أن مليونين وثلاثمائة وخمسة وستين ألف شخص دخلوا الأماكن المحصنة صباح اليوم. جيش الاحتلال أكد أن صاروخ مصدره اليمن، في وقت ترقب الإعلام الإسرائيلي حصول مفاجآت يمنية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ اليمني وصل إلى تل أبيب بعدما اخترق الدفاع الجوي الإسرائيلي والمجال الجوي لعدد من الدول العربية، ولفت إلى الفشل في الاعتراض رغم إطلاق عدد كبير من صواريخ منظومة حيتس والقبة الحديدية. هذا فيما نقلت مدونة انتل تايمز الاستخبارية قولها إن اليمن حاول ضرب منشأة ذات أهمية استراتيجية في وسط إسرائيل. مشاهدينا، الآن معنا الأستاذ علي الأعور الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة. نرحب بك أستاذ علي، كيف قرأت هذا التطور الذي حصل قبل ما يقارب ساعة من الآن، سقوط هذا الصاروخ اليمني والكثير من الأسئلة حول الفشل في هذه المنظومة المتطورة الإسرائيلية في اعتراض هذا الصاروخ، هذا أولا، وأيضا محاولات الاعتراض التي جرت وسط فلسطين المحتلة، هذا السؤال الثاني، والعدد الكبير من الإسرائيليين الذين دخلوا إلى الأماكن المحصنة؟ نعم، تحياتي لك أستاذ محمد وتحياتي إلى السادة المشاهدين، ودعني أولا أن أعرض خريطة على السادة المشاهدين. هذه المنطقة التي كانت ربما دخلت إلى الملاجئ، وسوف أقدم شرح للمشاهدين الكرام. بدأت من هرسيليا في شمال تل أبيب حتى يبنى في الجنوب، وصولا إلى مودعين ومنطقة اللد في جهة الغرب شمال الغرب. إذن نحن نتحدث عن أكثر من 2.5 مليون إسرائيلي اليوم دخلوا في الملاجئ في الساعة 6:30 صباحا بإطلاق صاروخ من اليمن. تمكن هذا الصاروخ من الوصول إلى قلب تل أبيب وسقط في منطقة بالقرب من محطة للقطارات في منطقة مودعين. يعني إذا أخذنا ربما الخارطة مرة أخرى، فهذا الصاروخ سقط بالقرب من مطار بن غوريون، لا يبعد سوى 5 كيلومتر أو أقل عن مطار بن غوريون، وسقط في محطة للقطارات في مودعين. ولكن أنا بتقديري هذه المنطقة التي أشرت إليها بهذه الخارطة هي تحتوي وفقا للإعلام العبري على الكثير من القواعد العسكرية في مركز وفي قلب تل أبيب. إذن صاروخ يمني ربما يكتسح ويصل إلى قلب تل أبيب، وفشل الدفاعات الجوية والبحرية الإسرائيلية والعربية. ماذا يعني ذلك؟ أن هيبة إسرائيل مرة أخرى تضيع أمام القوة العربية، أمام الجيش اليمني بعد طوفان الأقصى. ما الذي حصل؟ إذن هناك لم يعد هناك لا دفاعات جوية ولا أرضية ولا شيء، صاروخ أرض يتمكن من الوصول إلى قلب تل أبيب ويتم إطلاقه من اليمن. أنا بتقديري هذا تطور مهم جدا ومنعطف مهم جدا في ربما الحرب على غزة. ربما هذه رسالة واضحة إلى نتنياهو وإلى بايدن وإلى بن غافير بأن الجيش اليمني وأن أنصار الله وأن حزب الله ومقاتلي حزب الله وكل جبهات الإسناد هي تقف موقف موحد واحد في قلب مدينة غزة. بمعنى كل قوى المقاومة، كل محور المقاومة الآن بعث برسالة إلى نتنياهو أمام هذا التعنت وعدم وقف الحرب في غزة. إذا جاء الرد من اليمن. ماذا يعني ذلك؟ 2.5 مليون إسرائيلي في الملاجئ، 2.5 مليون إسرائيلي اليوم لن يذهبوا إلى أعمالهم. إسرائيل الآن قلب تل أبيب توقفت، عندما تصل أصداء هذا الصاروخ وينفجر حتى وإن كان في منطقة ربما خالية إلى حد ما، ولكنه قريب جدا من محطة القطارات وقريب من مطار بن غوريون، قريب من مركز الثقل الاقتصادي والتجاري في كل إسرائيل. يتحدث عن تل أبيب ومنطقة غوش دان شمالا إلى هرسيليا وجنوبا وصل إلى يبنى، يعني بالقرب من عسقلان. إذن هذه المساحة التي وصلت ربما الصاروخ وربما صفارات الإنذار وجعلت 2.5 مليون إسرائيلي في الملاجئ، أنا بتقديري تطور نوعي وتطور مهم جدا ومنعطف استراتيجي. إذن الواقع هنا تغير بشكل ملحوظ.